السلام عليكم. اغلب البيانات اللي بتكون طالعه من السيستم بتكون انبيفوت، يعني فيها تكرار في البيانات، وده مشكله من المشاكل الكبيره جدا لو حاولت تعمل اي تحاليل او احصاءات مع البيانات دي. البيانات اللي قدامنا دي مثلا هي فيها تكرار في اسم الطالب، يعني كل طالب ممتحن اكتر من ماده اسمه متكرر، فالشكل ده غير مناسب نهائي عند القيام باي عمليه احصائيه او تحليليه. عشان كده احنا هنعمل ايه؟ احنا هنحول البيانات دي من انبيفوت داتا، من انستراكشر داتا، لبيفوت ستراكشر داتا. عشان نعمل كده نهاية في اي خانه بين داتا جيت ترانسفورم هلاقي حاجه اسمها فروم تيبل، لو ما لقيتهاش بره هتلاقيها جوه غالبا تحت فروم فايل. عموما فروم تيبل هو ظل البيانات وحولها لتيبل لوحده. دي البيانات بتاعتي بشكلها، اي حاجه انت هتعملها هتظهر هنا في الايه، في الابلايد ستيبس، عشان لو عملت حاجه غلط وعايز ترجع في كلامك. انا هروح ترانسفورم، هقف على خانه السبجكت، هقول له خانه السبجكت ده انا عايز اعمل له بيفوت. طيب القيم بتاعتي فين؟ القيم موجوده في المارك الدرجات، ولو سمحت من ادفانسد اوبشن، دي خطوه مهمه جدا، ما تعملش اي معادله، دونت اجريجيت. بس يا باشا بيانات اتحلت، البيانات اتحولت من انستراكشر داتا لاستراكشر داتا. طيب انا عايز الجدول ده، عندك من هوم تقدر تقول له كلوز اند لود وتديله شويه وقت كده، دي البيانات في شيت جديد. البيانات دي في الحقيقه هي عبارة عن كويري للبيانات اللي هنا، فحتى لو ضفت بيانات هنا، يعني تعالى نضيف طالب تاني هنا، يعني احنا عندنا دلوقتي احمد لغاية هاني اهو، من احمد من عبد الرحمن لغاية نادر، ان هو رتبهم ابجدي وهو بيعمل الكويري. هضيف منى مثلا، منى امتحنت مثلا عربي وجابت 70، ومنى امتحنت تاريخ ما امتحنتش بالمواد جابت 77. اقدر في اي لحظة اجي هنا واقول له ايه؟ اقول له ريفريش، منى امتحنت عربي وجابت 70، وهكذا. السلام عليكم.